ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في مقدار هذه الصلاة وكم تؤدى من ركعة، فإن أهل العلم قد تفاوتت أنظارهم في هذه المسألة تفاوتا كثيرا، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المستحب في صلاة التراويح أن تكون 20 ركعة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد. استدلوا على ذلك بأنه فعل عمر لما جمع الناس في المسجد النبوي جمعهم على 20 ركعة، وقد ثبت ذلك بإسناد جيد، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي 3 أو 4 صلى بهم 20 ركعة، لكن ذلك لم يرد بإسناد صحيح. والقول الثاني في المسألة، وهذا القول هو الذي توارثه الناس وساروا عليه، وكان الأئمة ولا زال الأئمة في الحرمين يصلونه ويعتمدونه ويسيرون على طريقته. والقول الثاني في هذه المسألة أن صلاة التراويح 36 ركعة، وتكون بالوتر 39 ركعة، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقال بأنه قد أدرك أهل المدينة يصلون كذلك. وأهل المدينة كانوا يفعلون هذا لعلة، وذلك أن أهل مكة كانوا كلما صلوا ركعتين من صلاة التراويح ذهبوا إلى الكعبة فطافوا بها ثم عادوا فصلوا ركعتين، فاستبدل أهل المدينة الطواف بالبيت بركعتين أخريين، فأصبح المجموع مجموع ما يصلون 36. أهل مكة كانوا يصلون 20، لكن لم يكونوا يبتدئون بطواف ولا يختمون بطواف، ولذلك يطوفون بينها، فكان مجموع ما يطوفونه 8 أطوفة، فاستبدلها أهل المدينة بركعتين عن كل طواف، فأصبح المجموع 36 ركعة. والقول الثالث في هذه المسألة أن الأفضل هو أداء صلاة التراويح 8 ركعات، بحيث تكون مع الوتر 11 ركعة، وهذا هو قول طائفة من التابعين وعليه جماعة من المحدثين. استدلوا على ذلك بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الأمر في هذا واسع، وأن الإمام يتفقد أحوال من يصلي خلفه، ومتى وجد منهم نشاطا زادهم في الركعات، وإذا وجدهم يرغبون في إطالة القراءة فإنه يطيل القراءة ويقلل من عدد الركعات، لكن إذا وجدهم لا يرغبون في طول القراءة قصر من القراءة وزاد في عدد الركعات. ويدل على هذا ما ورد في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فلم يجعل لصلاة الليل حدا مرتبا.